تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، والتي تعتبر انتهاكا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة. واذ تشدد وزارة الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف في جمهورية العراق بالمسؤولية وضبط النفس. فانها تؤكد موقف مملكه البحرين الداعم لجهود الحكومه العراقيه لتثبيت الامن والاستقرار وتعزيز سياده القانون في جمهوريه العراق معربه عن تمنياتها للشعب العراقي الشقيق بالتنميه والاستقرار